السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما راكم تشوفوا اليوم راح نشارك معكم واحد الخبز رمضاني بامتياز. وش نقولكم، واحد الوصفة خبوها في عينيكم. هاد الخبز يجي مشي خفيف كالريشة، يعني داير كي الغيمة. ترفدي الخبزة يعني رغم أنها كبيرة كما راكم تشوفوا كشغل ما كيشرها فدا كامل. كاين بزاف اللي ما يحبوش يحضروا الخبز في المنزل في الشهر الفضيل، يعني يا اما يشرو من برا يا اما يديروا كسره تاع مطلوع. على اساس يعني هاد الخبز اللي نديروه في المنزل يجي شويه ثقيل، يجي خشين. جربوا هاد الوصفه ورجعوا لي بالخبر، راني متاكده بلي راح ديروه في شهر رمضان اكثر من مره. هنا شوفوا يعني لما نعبز عليه تحسوا بلي داير كيلي بون، شوفوا يعني خفيف خفيف قد ما نشكر لكم فيها قليل. اي واحد ولا وحده راه يشوف هذا المقطع تاع الفيديو وعجبو هاد الخبز، ديروا لنا هذاك اللايك ونكملوا مع بعض الوصف. راح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، قولوا بسم الله وعلى بركه الله وندخلوا مباشره في المقادير. عندي رطل تاع فارينه، انا استخدمت سيم متعدده الاستعمالات. عندي كذلك رطل من السميد الناعم جدا، يعني الرقيق كامل، واستخدمت السميد تاع ماما. انا حبيت نوري لكم الماركات هكذا باش نطيحوا في نفس النتيجه. عندي كاس تاع حليب دافئ، نص كاس تاع زيت، حبه تاع بيض، نص مغرف كبيرة تاع ملح، مغرف كبيرة تاع السكر، ومغرف كبيرة تاع الخميرة الخاصة بالخبز تكون بومبي، تكون مهمرة مليح مليح. يعني رانا في البرد ضروري ديروا شوية الخميرة. وكيس خميرة كيميائية من وزن 10 غرام، ومغرف كبيرة تاع زبدة ولا المقارين، نسيت ما ظهرتها لكمش في المقادير، راح نضيفوها في الأخير كامل. هنا خديت البول تاع البيتخا، راني ندير فيها دوك النواشف كامل اللي ذكرتهم لكم مقبل. وعلى كل حال راح نخليكم كامل المقادير في صندوق الوصف. معناتها درنا الفارين، درنا السميد، درنا الملح، درنا السكر والخميره، فقط حولوا الخميره تبعتوها على الملح. راح نخلطوا كامل هذوك النواشف، درت حفره في الوسط ونبداو نضيفوا في السوائل تدريجيا. هنا حطيت الحبه تاع البيض، حطيت نص كاس تاع الزيت، حطيت كاس من الحليب الدافئ، تقدروا ديروا الماء لكن بالحليب يعني يجيكم خير وخير، يجيكم ابيض مقطن شباب، يعني كاس تاع حليب ما فيه والو. اما بالنسبه للماء كذلك كنت دفيته، راكو تشوفوا الكاس الاول فرغته دفعه واحده، اما الكاس الثاني راح نضيفوه بالتدريج. انا خديت البول تاع البيتخا كيما راكو تشوفوا، انا يعني هذه هي طريقتي، نخلط مليح مليح. نحس بلي البيتخا ياخذ وقت باش يطم هاد المكونات. انا واش ندير، نخلط هاد المكونات بالمغرفه فقط ومن بعد كنحطو في البيتخا يدي الكولي. هاي اللي كان العجينه، شوفوا الكاس الثاني ضيفوه بالتدريج. ما تنساوش بلي رانا درنا كاس تاع زيت وكاس تاع حليب. بالنسبه للقوام تاع العجين هذا هو، شوفوا درت عجينه طريه. دوكا ما نبداو ندلكو فيها سواء بالبيتخا ولا باليد، يعني تمد لكم نفس النتيجه، تبدا تتشرب في هذوك السوائل. هاد الكميه تاع الماء اللي بقات نبدا واش ندير لها، البيتخا راه يدور وانا نحط بالمغرفه الكبيره تتشرب لي هذيك المغرفه تاع السوائل. نزيد ندير مغرفه كبيره واحده اخرى، وانا يعني في هاد العجينه ما ضفتش بزاف، عاود ضفت ربع مغارف كبار فقط. وانتوما ونوعيه السميد اللي استخدمتوها ونوعيه الفارينه اللي استخدمتوها، انا قلت لكم الفارينه استخدمت سي متعدده الاستعمالات، بالنسبه للسميد استخدمت سميد ماما الرقيق كامل. اللي تعجب باليد عادي راح ديري هذوك المكونات كامل في الجفنه ولا في ريسيبيون، ولا طمي كامل المكونات تاعك، خلي هذيك العجينه ترتاح لك يعني واحد 3 دقائق 4 دقائق فقط، وبداي ضيفي في هذيك الكميه تاع السائل اللي بقات لك. كيما راني ندير انا كيف كيف بالمغرفه، تشرب لك هذيك الكميه تاع الماء، زيدي دير لها مغرفه واحده اخرى وهي رايحه. راح تعجن العجينه تاعك على اليد حوالي 5 دقائق، واذا زدتي لها ما راحش يضرها، لكن يعني ما تبالغيش بزاف لانه البروده وكلش. العجينه دار ضروري تبقى لك دافيه هكذا باش تخمر لك بالخف. يعني وريت لكم الكميه تاع الماء اللي بقات لي، ومشي شرط تبقى لكم كامل هذه الكميه تاع الماء، كل وحده ونوعيه السميد اللي خدمت بها. وتنساوش كذلك دوك نضيفوا ملعقه كبيره من المقارين ولا الزبده، كذلك هذه الماده الدهنيه راح تزيد تطرينا العجينه اكثر واكثر. هذه الحاجه ديروها في البال. اللي متعودين يعجن المطلوع ولا الخبز ديالهم بالبيتخا فقط جربوا هذه الطريقه. الكميه تاع السائل ديروها لكن خلوا منها يعني واحد ربع مغارف ولا 5. واش ديروا البيتخا تاعكم راه يدور ويتلك في العجينه، وانتم راكم تحطوا في هذيك الكميه تاع الماء ولا الحليب، المهم السائل بالتدريج يعني بالمغرفه تتشرب، تزيدوا لها كميه واحده اخرى وهي رايحه. جربوا هذه الطريقه ورجعوا لي بالخبر. اي معجنات مطلوع اي عجينه تجيكم بزاف شابه. المهم انا بالبيتخا عجنت العجينه تاعي 5 دقائق وانا نضيف هذيك شويه تاع الماء، وزدت لها واحد ربع دقائق ولا 5 دقائق واحد اخرين وانا نضيف في هذيك المغرف الكبيره تاع المقارين. هنا يحكمت العجينه راح نديرها في غيسيبيون، نغطيها ونخليها تتخمر في مكان دافئ حتى يتضاعف الحجم مرتين.
راكو سمعتوا دوكا واش قلت لكم؟ قلت لكم حتى يتضاعف الحجم مرتين، كاين ما ياخذوش هذه الملاحظه بعين الاعتبار، تروح تحطها تخليها تطلع شويه فقط وتعاود تروح للمرحله اللي مور هذه. هذا التخمير الاول مهم جدا باش تتحصلوا على نتيجه ولا على خبز ولا اي معجنات يكونوا خفاف كالريشه. خلوا العجينه تاعكم تخمر مليح مليح، ماشي تتفايد من الغيسيبيون كامل، لكن خلوها تخمر مليح مليح. وراكو شفتوا وين حطيتها، كاين جزء من البلاكار ديالي درتو في الكولوار في هذيك المدفاه، يعني اللي تطلع كامل تاع العماره تاع الجيران، سخون بزاف نستغلو نحط فيه العجينه تخمر، ندير فيه الياغورت، يعني نستغلو فيه شحال من حاجه. نتوما حطوا العجينه تاعكم في مكان دافئ وخلاص، حطوها قدام البوال، حطوها مثلا يعني داخل الفور داخل الكوشه كيما حبيتوا، المهم العجينه تاعكم لازم تكون دافيه. واذا كنتوا في فصل الصيف يعني سهله، راهي تكون سخانه وتمتم تتخمر العجين. انا شفتوا بعد ما خمرت لي هذيك العجينه خرجت لها هذاك الخمور جزئيا، يعني ما خرجتولهاش كامل، وقسمت العجينة تاعي إلى 4 كريات. إذا شفيتو درنا كيلو تاع السميد، درنا رطل تاع السميد رقيق كامل ورطل تاع الفارينة، معناتها كل كيلو يديرنا 2 خبزات. هذا إذا حبيتو مثلا تقسموا المقادير على 2، لكن ما ننصحكمش ديروا هاد الكمية، صدقوني الخبز من غدوة هذاك تصيبوه يعني كي شغل هذاك وين طيبتوه يقعد تاني خفيف كالريشة. أنا هاني نوري لكم في العجينة كيفاش راهي شابة دوكا بعد ما قطعتهم ولا بعد ما درت هاد لي بول، راح نغطيهم مبدئيا يعني واحد 5 دقائق ولا يرتاحوا شويه هكذا باش يعطوني الطوع، نكسلهم بالخف. انا جبت شويه فرينه لكن ما راحش نستعملوها بزاف لانه هاد العجينه يعني ما تلزقش في اليدين. هاي ليك تحبوا هنا يعني تكسلوا العجينه بيديكم، تحبوا بالحلال كيما تحبوا. كذلك النقطه اللي نوصيكم عليها باش تنجحوا في هاد الخبز، ما ديروش العجينه تاعكم خشينه بزاف، ديروها رقيقه رايحه للمتوسط ماشي رقيقه. شفتوا السمك اللي نديروه للمطلوع تقريبا كيف كيف. ولما نخمروها التخمير الثاني نخلوها تتغونفل مليح مليح وتتضاعف مليح مليح، هكذا تضمنوا بلي الخبز تاعكم يجي خفيف وما تجيش في هذيك البابه من الداخل. على كل حال راح تشوفوا الصوره راهي واضحه، شوفوا السمك اللي درتو انايا وديروا كيف كيف. هاي ليك شوفوا يعني ماشي رقيقه بزاف لكن كي شغل رقيقه رايحه للمتوسط. الان واش نديرو؟ راح نحكمو اي حاجه دائريه، ديرو كاس ديرو بول تاع الحليب كيما حبيتو، حطوه في الوسط ونقسمو الخبزه تاعنا على 2، ومن بعد كل نص نقسموه على 4، ومن بعد نزيدو نقسمو على 8، معناتها يطيحو لنا 8 ورقات. هاي ليك من المستحسن تستخدموا القطع تاع البيتزا يعني خير من الموس. اما بالنسبه لطريقه التشكيل فهي سهله جدا، دوك نشوفوها مع بعض. هنا راح ترفدوا هذوك الجناب وتدوروهم للتحت للاسفل، غلقوا مليح مليح بصباعتيكم، وبعد هذيك الثانيه دوروها للداخل، من دوروها عاودوا خبزوها مليح مليح. دوك تشوفوا هنايا هاي ليك يعني نثبت بلي راني غلقتها مليح، ومن بعدك نعاود نخبز هكذا باش تجي الخبزه تاعكم كامل في مستوى واحد، ماشي يعني تجي منفخه ورانا نغلقوا فيها ورقيقه في الوسط. هاي ليك يعني نقدر نقول اهم حاجه في هذا الخبز ماشي الدلك ولا المقادير ولا، هو التخمير. خمروها مليح مليح المره الاولى وزيدوا كذلك خمروها في المره الثانيه. حاولوا كذلك ديروا الخبزه تاعكم رقاق، وكذلك الخميره حاولوا ديروا مغرف كبيره تكون معمره مليح مليح ولا مغرف كبيره وربع هكذا باش تخمر لكم العجينه بالخف. يعني ثبتوا على هاد الحوايج فقط وراح توصلوا ان شاء الله لنفس النتيجه. هاي ليك الورده اللي تحصلت عليها، يعني هاد الاشكال تاع الخبز يحسونا بلي صح هذا الخبز تاع الشهر الفضيل. ديريها مدوره تحسي بلي خبز تاع ايام عاديه، ديريها هكا على شكل ورده ولا اي شكل واحد اخر تحسي بلي هذاك الخبز رمضان. ما على باليش اذا نتوما كذلك تجيكم نفس هذا الاحساس ولا غير انايا. هنا شوفوا يعني دفيتهم مليح مليح، خليتهم يتخمروا واحد الساعه ولا ساعه غير ربع، يعني ما زربتش عليهم كامل، ماشي الواحد يعني يدير لي زانغريديون ويتعب عليهم ويدلك العجينه ومن بعد يروح يزرب لها في الخمور يحطها في الفرن، يعني هذاك الخبز يجي بزاف رقيق ما يجيه شطري. كل حاجه عطوا لها حقها، هكذا الحاجه لما تخدموها يعني تجيب الشان والطبع. هنا خديت 2 صفار تاع البيض، تحبوا ديروا بيضه كامله لكم الاختيار، درت فيها شويه من دبس التمر، اللي ما عندوش يديروا شمال في يدير، تحبوا ديروا نسكافيه ديروا شويه خل يعني كيما حبيتوا، ديروا شويه قهوه
فقط خلو هذاك المزيج تاعكم يعني ماشي مايه بزاف. انا درت صفار البيض ودرت قطره صغيره نتاع الحليب، واللي الكوشه تاعهم ما فيهاش مروحه ولا ما تحمرش مليح حاولوا ديروا صفار البيض فقط، ما ديروش بيضه كامله وما تزيدوش السوائل كيما الحليب ولا الماء. خلو هذيك الصفار تاع البيضه هكذا باش كي يجيكم هذاك المزيج ثقيل تمتم يحمر لكم، رغم انه يعني الكوشه تاعكم ما تكونش تحمر مليح. اللي عندها الكوشه تاعها تحمر مليح ديري بيضه كامله، ديفي الحليب ديفي الماء كيما حبيتي. هنا بالنسبه لهذوك الزراري عندي الجلجلان، عندي سانوج، وهذوك الزراري اللي شفتوهم شريتهم عند بائع التوابل امين، واسمهم الزراري تاع الخبز، يعني راهم متوفرين عنده. فيهم هاد البذور الخضراء، هما البذور تاع القرع، فيهم حبه الحلاوه، فيهم بذور الكتان، فيهم زريعه تاع البسباس، البنه تاعهم بزاف شاب. الان واش ندير، كنت سخنت الفرن تاعي مسبقا على 180 درجه حتى ل 200، دخلتهم طابو من تحت من طابو، تعاودوا تحمروهم من الفوق. لي الفرن تاعها فيه مراوح يعني راح يطيبوا من تحت ويتحمروا من الفوق في نفس الوقت. انا من خرج الخبز تاعي من الفرن جوزت له دهنه خفيفه نتاع زيت الزيتون هكذا باش يزيد لي في البنه، وكذلك تجي هاد اللمعه اللي راكو تشوفوا فيه. هاي ليك شوفوا الخبز واش نقولكم، يعني من الصباح وانا نشكركم فيه هكذا باش تجربوه، راني حابه كامل تجربوه. وحاولوا تجربوه قبل الشهر الفضيل، يعني جربوه دركا في الفطر كيما رانا، مين يجي رمضان تكوني على بالك النتيجه اللي راح تحصلي عليها، وتكوني مقتنعه بالخبز اللي راكي راح تخدمي. يعني ماشي النهار الاول ولا نهار زوج تروحي تجربي الوصفه تاع الخبز، لا لا، يعني شهر رمضان نكونوا مجربين الوصفات متاكدين منهم على بالنا بلي ناجحين 100%، نطيبوهم في الشهر الفضيل هنينا مغمضين. ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها، واذا جربتوها تاكلوها بالصحه والهنا، وما تبخلوش عليا فقط بهذاك اللايك هكذا باش نتشجع ونضيف لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزليه الناجحه. وصلنا لنهايه الفيديو، وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.